اكتشفنا بعض السيوط خطيرة جدا خاصة في الجزائر. خطيرة في الواد الناس ديريك ستار هجمت اليوم عاصفة عادية وسكنت اليوم بعد خسائر، ولكن بعد هذا الخسائر غادي تكون شوفوش الله ربي يحفظ ان شاء الله. حنا علينا بلي فيديو وانتم عليكم بالبارطاجي، حنا علينا بالتصوير وانتم عليكم بالبارطاج خاوتي. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد غادي نهضر لكم على الفيضانات خطيره خاص في الجزائر. بعد الولايات اليوم خميس هاجمت عاصفة رعدية قوية على الولايات الجزائر، غادي نكتشف لكم مزيد ان شاء الله على عاصفة رعدية وأمطار غزيرة خاص في هذه المناطق خاص في الجزائر. بعد الولايات الجزائر هاجمت عليهم عاصفة رعدية، دعيكم هو تبعوا هذا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. إذا عاصفة رعدية خاص بعد الولايات في الجزائر، إذا هاد الأمطار غزيرة خاص عندكم شهر واحد شهر جوج شهر ثلاثة دائما كتكون عاصفة رعدية، وهاد الفيضان عامة كرة الأرضية مهددة بالسيول وأمطار غزيرة وعاصفة رعدية. إذا اليوم اكتشفنا عاصفة رعدية هاجمت على بعض المزارعين بعض الفلاحين خاص في الجزائر، وبعض الولايات في الجزائر كاين فيهم عاصفة رعدية وسبت لهم بعض الخسائر خصوصا المزارعين الجزائريين. إذا بعض الفلاحين هاجم عليهم الواد، هاجمت عليهم العاصفة الرعدية، اكتشفنا خاص كما شفتوا الفيديو في البداية، إذا بعد اللقطات بعد العاصفة الرعدية وهاد السيول وهاد الفيضانات خاص في الجزائر كيكون الخير باش نكونوا واقعيين. واخا كاين هاد العاصفة الرعدية وكاين هاد الفيضان وكيسبب بزاف ديال المشاكل والخسائر خاص بعد الولايات في الجزائر، ولكن بعد الفيضان غادي يكون الخير إن شاء الله بحول الله. إذا دائما ملي كتكون السيول ولا الفيضان في الجزائر كنهضرو عليه، إذا ما يمشيش عقلكم بعيد، إذا الجزائر والمغرب جيران والشعب الجزائر والشعب المغربي خوا خوا باش نكونوا واضحين. خصوصا اكتشفتوا خطاب جلالة الملك محمد السادس ينصر شنو قال على الشعب الجزائر والشعب المغربي، إذا خاوة خاوة. إذا عادي جدا إلا هضرنا لكم على السيول والفيضان خاص في الجزائر، وفي نفس الوقت حنا دائما الشعب الجزائر كيحبونا وحنا كنحبوهم، والحياة هكا اللي دايرة فيها إنسان مزيان وفيها إنسان اللي ما مزيان، ونتمنى إن شاء الله يكون خير، وحنا دائما واحد الحب. إذا ما نشوفوش بعض المشاكل خاص بالنسبة بعض الناس كيقولوا الجزائر ضدنا، فاش ضدنا القضية ديال الصحراء المغربية حسمت، إذا بعد فتح المزيد القنصليات خاصة في الصحراء المغربية، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء المغربية، 90% ديال الدول في العالم كلهم اعترفوا بالصحراء المغربية، إذا الأمور حسمت، هذا هو الواقع. إذا لاش حنا غادي تكون واحد العداوة بين الشعب الجزائري ولا أنا مغربي حر وما نقدرش نهضر على السيول ولا على الفيضان، ربما هضرت على السيول ولا الفيضان ديال الجزائر نلقى انتقادات خاصة في التعليقات، إذا هاد الطريقة خاطئة. إذا حنا مسلمين والدول الإسلامية عادي جدا بحال الجزائر بحال موريتان بحال الدول الإسلامية كلهم بحال، ونتمنى إن شاء الله يكون خير. هادشي كنتمناو. السيول خطيرة جدا اليوم خاص في الجزائر، إذا بعض الولايات كلهم هجمت عليهم عاصفة رعدية وسبت لهم بعض الخسائر، ولكن بعد هاد الخسائر غادي تكون القضية زوينة. إذا الجزائر بعد الولايات فيها الطبيعة فيها المزارعين فيها الفلاحة فيها بزاف ديال الحوايج، إذا كرة الأرضية كلها مهددة خاص بالسيول والفيضان باش نكون واقعيين. إذا الفيضان من عند الله سبحانه وتعالى، هاد الأمطار الغزيرة كتنزل من السماء
والله سبحانه وتعالى هو اللي متحكم في العاصفه الرعديه، متحكم في الثلج، متحكم في كل شيء. اذا كانت الكره الارضيه ديال الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق هذه الكره الارضيه، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيسيرها، والله سبحانه وتعالى قاد عليها. خاصك تكون واضح، الله قاد على الكره الارضيه. اما بعد العداوه بعد السلبي خاص بين المغرب والجزائر، اذا ما عرفتش، اذا الحياه كلشي فايت، باش نكون واضحين، الدنيا فايته تماما، هذه الكره الارضيه كلها ديال الله سبحانه وتعالى. اذا الناس راه غير دايزين، اذا الكره الارضيه باش غادي نقول لكم شي حاجه عادي جدا، كي كانت في البدايه غادي ترجع النهايه ديالها، اذا عندها البدايه وعندها النهايه. اذا علاش غادي تكون واحد العداوه بين الجزائر ولا بين المغرب، ولا ينتقدني شي واحد يقول لك علاش هضرت على الجزائر، الجزائر ضدنا، شوفوا الشعب ديالهم واش كيقول. اذا دائما ما تحكموش على السلبي. اذا انا دابا ملي كندير فيديو كنهضر على السيول ولا الفيضان على الجزائر، كنكتشف بعض التعليقات ايجابيه، كنكتشف بعد الاشتراكات اللهم بارك، كيشتركوا وكيديروا لايك. اذا عادي جدا، اذا يكون خير ان شاء الله بحول الله. وحنا دائما واحد الحب خاص المغرب، وها هي خوتي باش نكونوا واضحين، ها هي الرايه المغربيه ونجمه الملايين والصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه الى الابد، والله ينصر ملكنا محمد السادس. ونعاود نقولها، الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه، هذا هو الواقع باش نكونوا واضحين. اذا حنا دائما كنقولها، انا مغربي حر وكنحب بلادي، ولكن راه عادي جدا الى هضرت على السيول ولا الفيضان ديال الجزائر. اذا حاجه اللي غادي نقول لكم، عندي ادله باش نكون واضح، عندي فيديو خاص ديال السيول والفيضان، ناقشته بالطريقه ديالي وحطيت رايي. اذا هذه هي خدمتي باش نكون واضح، اذا طرف الخبز ديالي كاين في هذا الفيديو واحد باش نكونوا واقعيين. اذا راه ما كاين حتى شي مشكل، شي حد غادي ينتقدني واللي يقول لي علاش هضرت على الجزائر، الجزائر ضدنا. اذا الا كانت الجزائر ضدنا من بعد، اذا حنا المغرب راه كما قلنا لكم، الا كانت القضيه ديال الصحراء المغربيه راه حسيمات، اذا الامر حسيمات انتهت، السلام عليكم، الامر حسيمات، القنصليات تفتحوا، اعترفوا 90% ديال الدول، الدوسي مكمول، السلام عليكم. صحراويين محتجزين خاص في المخيمات تينجو غادي يجلسوا تما تعيه وغادي يرجعوا لارض الوطن، هذا هو الواقع، السلام عليكم. اذا الى شفنا خطاب جلاله الملك محمد السادس ينصرو على صحراويين محتجزين، الحل النهائي والحل الوحيد هو الحكم التنتي فقط، اذا الامر انتهى. اذا دائما ملي كنهضروا على الجزائر وفي نفس الوقت كنناقشوا هذا الموضوع، اللي هذا هو الواقع، هذه الحقيقه الاخوان باش كلشي يعرفها، هذا هو المهم. ونتمنى ان شاء الله يكون خير، واي حاجه جديده على السيول والفيضانات خاص في الجزائر. اذا غدا الجمعه عندهم عاصفه رعديه وعندهم بعض الامطار غزيره، غادي نحاولوا نشارك معكم اي حاجه توصلنا بها، اي حاجه جديده على السيول وامطار غزيره خاص في الجزائر غادي نشاركها معكم. اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والشعب المغربي والشعب الجزائري خاوه خاوه. تحياتي، اكادير، المغرب.